ومن واشنطن ينضم إلينا العقيد عباس دهوك، المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ومن عسقلة المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبي لافي. وكذلك ينضم إلينا الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح. أهلا بكم جميعا، وأبدأ من دكتور جمال إن كان معنا الآن. دكتور جمال، العملية الإسرائيلية في النصيرات إلى أي حد ستؤثر على المسار التفاوضي؟ المقطع الأخير من سؤالك لم أسمعه، ولكن لم يعد أحد يفاجأ من عمق الوحشية الإسرائيلية التي تصعد سلما درجات ودرجات، إنها تكاد تصل المريخ. هذه صدمة إضافية تضاف إلى الصدمات الشنيعة التي اكتوى بها الوعي الفلسطيني منذ 8 أكتوبر، دعيني أقول منذ 27 أكتوبر تاريخ بدء الهجوم البري على الشعب الفلسطيني في غزة. 200 شهيد قتلتهم إسرائيل، اليوم بدم بارد. إسرائيل تسير كالجرافة، كالوحش الذي فقد صوابه بطريقة إنسانية لا يمكن تتبعها أو فهمها. كيف سيؤثر هذا على المفاوضات؟ من الحتمي أن إسرائيل فوتت على نفسها فرصة إعادة المختطفين بالطريق السلام وبطريق الحوار وبطريق عن طريق صفقة، لكنها اختارت طريق العنف والقتل. هذا سؤالي كذلك لسيد كوبي لافي من عسقلان، هل انتهى الحديث الآن عن صفقة التفاوض، أم ستذهب إسرائيل رغم هذه العملية إلى صفقة أو أن تبحث عن صفقة في النهاية؟ هي بعد 8 أشهر أو أكثر من 8 أشهر، دخلنا في الشهر 9، لم تحصل إلا على القليل 8-4 اليوم. مساء الخير سيدتي، مساء الخير للضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. لوم إسرائيل على إجرام أعمال بربرية وإلى آخره، أنا لا أفهم يعني من أين هذا يأتي. عندما إسرائيل تريد تحرير مخطوفينها وتعمل ذلك بكل الوسائل المتاحة بأيديها، يجب الكل يتساءلون لماذا خبت المنظمة الإرهابية الحمسوية الداعشية مخطوفين في مناطق مكتظبة بالسكان. هل ليس لها اهتمام بمصير الذين تقال أنهم أبرياء؟ وعندما نشرت المنظمة الإرهابية خبر سيد كوبي، حتى الجيش الإسرائيلي يقول إنه عامل في منطقة مكتظة سكانية، وهذا السؤال أخلاقيا وقانونيا طرحت على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ولم يجبني. هل وجود أسرى أو مختطفين ضمن في منطقة مدنية يتيح للجيش الإسرائيلي بأن يستهدف كل هذه المنطقة وأن يقتل أكثر من 210 فلسطينيين؟ سيدتي، إذا فعلا صحيح الخبر لحماس أن ليس المخطوفين لن تكون عنده بل عند المواطنين، فهناك مواطنين لا نقدر نسميهم أو نصفهم كأبرياء. يعني إذا فعلا رأيت صور الأطفال؟ رأيت صور المسيرات؟ أنا رأيت سيدتي الكريمة صور الأطفال الذي ذبحوا وحرقوا في التواير في بيوتهم في إسرائيل بدون أي اعتداء مبكر لا على قطاع غزة. رواية الحرق هذه على ما يبدو ربما تجاوزها الجميع، أتحدث عن ما حصل اليوم في النصيرات. رأيت الصور ولا أكون سعيد لأي ضاحية من الحرب، ولكن الحرب التي تدمر قطاع غزة سببها الوحيد هو المنظمة الإرهابية العميلة للنظام الإيراني. إسرائيل لن تهاجم قطاع غزة، ولكن حماس هي التي هاجمت إسرائيل، وإسرائيل تعمل كل ما بوسعها لتحرير مخطوفينها، يا عن طريق صفقة يا عن طريق حملة عسكرية دقيقة جدا واستخباراتية لن تصاف، يعني لا أرى مثيل لها في العالم. ويجب علينا أن نفهم، إسرائيل سوف تلاحق كل من اعتدى علينا في 7 أكتوبر، حتى ولو إذا كانت صفقة وحررت إسرائيل مخطوفينها، ولكن الحساب مفتوح.
دكتور جمال، واضح أن إسرائيل فقدت اتصالها بإنسانيتها. إحنا بنحكي عن 210 شهداء في المجمل سيكونوا أبرياء، وأنا أتابع النقاشات الإسرائيلية الداخلية أحياناً على وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن تشعر إسرائيل بأنها في خطر من نفسها، من فقدانها الاتصال بإنسانيتها. النقاش الإسرائيلي لا يلقي بالاً إلى قيمة الإنسان المدني الفلسطيني بتاتاً، ويبدو أن أحداً في إسرائيل لا يشعر بالذنب من أنهم أطلقوا 350 ألف عسكري إسرائيلي يحرثون غزة ويقتلون أبنائها وبناتها من الأطفال الأبرياء العزل، ولا تهتز خاصرة في إسرائيل لكل ذلك. يجب أن تشعر إسرائيل بالقلق من نفسها وهي توغل إلى هذا المقدار بتقتيل وسفك دماء الأبرياء، وكأن 7 أكتوبر حصل في فراغ. ألم يكن هناك حصار استمر 17 عاما؟ ألم يكن هناك شعب مسجونا بغير قادر على النفاذ من أقطار الحصار الإسرائيلي؟ لا يتفق معك إطلاقا على ما يبدو سيد كوبيلافي. أنا كنت أتابع في إيماءاتي، سأعود إليك سيد كوبي بالتأكيد في هذا النقاش، ولكن دعنا نشك ذلك السيد عباس دهوك أيضا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو لديها رأيه أيدت هذه العملية، ورئيس بايدن وجيك سوليفان والجميع تحدثوا بتأييد أو بترحيب بهذه العملية ونتيجتها. سيادة العقيد عباس دهوك، صحيح أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال لقوات أمريكية شاركت، ولكن القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن مشاركة أمريكية، وأكسيوس هذا الموقع الأمريكي تحدث عن مشاركة أمريكية. هل تبدو رواية المشاركة الأمريكية حتى ولو بمعلومات استخباراتية دقيقة؟ أسعد الله مساءكم ومساء الخير للضيوف، يسعدني أن أكون معكم. الولايات المتحدة كانت شريكا في هذه الحرب على غزة منذ اليوم الأول، من حيث الدعم الاستراتيجي والسياسي والإمدادي بالسلاح والذخيرة طوال الأشهر الثمانية الماضية، وكذلك على مستوى مشاطرة المعلومات الاستخباراتية. هناك وحدة صغيرة أو خلايا صغيرة تعمل في إسرائيل، وهي تشاطر معلومات استخباراتية مع الإسرائيليين وتقوم بإجراء التحليل معهم بصورة مباشرة. بعد ذلك هناك بعض الرهائن الأمريكيين داخل غزة، وإدارة الرئيس بايدن تفعل ما بوسعها من أجل الحصول على هؤلاء الرهائن الأمريكيين الثمانية. لذا هناك ربط مباشر بين الموضوع الاستخباراتي، سواء إذا ما كان هو اتصال استخباراتي أو مسيرات كانت تحلق فوق غزة، أو إذا ما كان هي عملية أمنية سبرانية أو أي شيء من شأنه أن يساعد إسرائيل للعثور على الرهائن وخاصة الأمريكيين أو قيادات حماس. هذه أهداف إدارة بايدن وإسرائيل يتفقون عليها، لذا هناك نوع من التنسيق الذي يجري منذ اليوم الأول. نعم، ولكن هل يبدو مبررا بالنسبة لك سيادة العقيد بأن تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية بترحيب وإشادة بهذه العملية في حين لم تشر إلى الشق الفلسطيني مما جرى؟ أقصد هنا صور القتلى والجرحى. نعم، أتفق معك. من منظوري جيش الدفاع الإسرائيلي قد يرون أن هذه نافذة لتحرير الرهائن، لكن طريقة إدارة العملية غير مقبولة. فقدان حياة البشر وخاصة بهذا الحجم في عملية تمت في وضح النهار، هي ليست عملية ليلية التي قد تسبب بعض الإرباك، لكنها عملية في وضح النهار. وأتفق معك بأن التصريح السياسي من البيت الأبيض قد يبدو بأنه تصريحا احتفائيا بإسرائيل ودون أن يعير أي اهتمام أو انتباه للحجم الكبير للوفيات بين المدنيين. لعل هذه الرسالة يجب أن تنقل، لكن طريقة إدارة العملية هي خاطئة بالنسبة لقواعد الاشتباك وبأي من أشكالها. نعم، هنا أنتقل السيد كوبيلافي، لأن هذه العملية جاءت في ظل ظرف وتوتر داخلي إسرائيلي. من جهة نتحدث عن الصفقة المحتملة مع حماس، ومن جهة أخرى الضغوط على نتنياهو واحتمال استقالة بني غانتس. في البداية في مسألة التفاوض، كان سؤالي الأول ولكن لم تجبني بطريقة واضحة عليه، التفاوض الآن يمكن القول أنه انتهى أم
ستبحث إسرائيل عن هذه الصفقة؟ سيدتي، المصلحة للتفاوض ليس بس مسألة إسرائيلية ومصلحة إسرائيلية. هناك إرادة، هذه الكروت الموجودة بأيدي حماس، كروت المخطوفين تبعنا، هو الإنجاز الوحيد التي من المحتمل أن ترى حماس وتظهر للناس أنها حققت خلال 8 أشهر الأخيرة مما أدى كمان إلى تدمير شبه كامل لقطاع غزة بسبب أعمالها الإجرامية ضد دولة إسرائيل، دولة بني إسرائيل. ويجب علينا أن نعلم إذا أرادت المنظمة الإرهابية مواصلة التفاوض فإسرائيل مستعدة، وقالت ذلك مرارا وتكرارا، نحن لا نلبي كل تفاوض تحت النار، لا وقف للنار، أولادنا موجودين، أولادنا موجودين بالطرف الآخر وقد خطفوا من بيتهم أو من مدنهم، ولن يكون هناك وقف إطلاق النار طالما هناك مخطوفين ليس في بيوتهم. ولكن هناك صفقة بمراحل ثلاث وقدمت من قبل الأمريكيين وكانت مبنية أساسا على مقترح إسرائيلي، في الأخير ستحصل إسرائيل على الأسرى، ولكن وفق مخطط بثلاث مراحل. إسرائيل تحصل على المخطوفين، والمنظمة الإرهابية تحصل على تحرير مخربين من السجون الإسرائيلية، ولكن على ما يبدو يفكرون في المنظمة الإرهابية أن الضغوط الداخلية في المجتمع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو، وحتى ولو إذا كان اليوم يستقل بيني غانتس من الحكومة، فيجب عليهم أن يعلموا يعدوا من 1 ل120 لبنيامين نتنياهو اليوم في 64 مقعد في البرلمان الإسرائيلي، يعني عنده الغالبية بدون بيني غانتس، يعني حتى ولو إذا استقال بيني غانتس فالحكومة سائدة وقائمة ومستمرة. ولذلك كل الضغوطات هذه إذا كان في إمكانية عائلات المخطوفين يتظاهروا أو يعملوا مظاهرات في نصرات أو في غزة أمام بيت الشيوخ الحمساوي ومجلس الشورى الحمساوي أو في إيران، ما هي الدولة التي تمول النشاط الإرهابي ضد إسرائيل، لكانوا يعملون ذلك، ولكن هذا ليس واقعي. ولذلك يضغطون وبكل صراحة وبالصدق على الحكومة الإسرائيلية لكي تعمل كل ما بوسعها لتحرير. نعم، أنتقل للدكتور جمال في هذه النقاط. الآن العملية العسكرية سميت بين حماس أو وصفت في حركة حماس بأنها لم تكن إنجازا، وإسماعيل هنية قال لن يفرض عليه أو عليهم في حركة حماس واقع ما، وبأن الاحتلال باعتقاده، هو استخدم هذه المصطلحات، قال إن إسرائيل باعتقادها أنها ستفرض شيئا ما هو أمر واهم، أو هي ستكون واهمة حينما تعتقد هذا الأمر. في هذه الحالة هل تعتقد بأن حماس بعد ما جرى اليوم ستقدم شيئا ما، تنازلا ما، لتدفع عجلة التفاوض جديا للوصول لصفقة؟ أولا، أنا كشخص من وطني الفلسطيني لا أستطيع حتى أن أنظر إلى الشمس وأفهمها من زاوية رؤية حماس، لا أستطيع أن أترجم مواقف حماس أو أن أشرحها أو أن أفهمها، ولكنني أعي على الأقل أن إسرائيل ما تدعون حماس اليوم بعد ما جرى، أعلم بأنكم في فتح ولستم في حماس، وأعلم بأن خطوط التواصل ربما ليست جيدة جدا في هذه الفترة ولا في الفترات السابقة، ولكن إن كان لديكم أي رسالة توجه اليوم بعد ما جرى في النصيرات، ما هي في مسألة التفاوض؟ لا، ليس لن نوجه رسائل لحماس بالإعلام، وأعتقد أن ما يحدث توجهونها في غير الإعلام؟ أعتقد وارد أن هناك لقاء مع حماس في بكين متوقع قريبا، لكن نحن نختلف مع حماس في سياساتها وأهدافها وهويتها وأفعالها. نحن مع مقاومة حسب القانون الدولي،
وهو يتيح للشعب التي تحتل أرضه استخدام كل الوسائل التي يسمح بها القانون الدولي لاستعادة أراضيه وحقوقه. لكننا نرى أن إسرائيل هندست واقع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة جعلت حماس في الواجهة، بطريقة جعلت حماس قناع الشعب الفلسطيني، بطريقة جعلت حماس تحل محل اسم فلسطين. وإسرائيل استمرأت ذلك وعززت هذا التوجه ومولت حركة حماس لكي تصل إلى هذا اليوم الذي تستطيع فيه إسرائيل أن تقتل 210 فلسطينيين مدنيين أبرياء دون أن تهتز خاصرتها أو تشعر بتأنيب الضمير. لكن العصر اختلف اليوم، والعالم ينظر إلى جرائم إسرائيل بكلتا عينيه. نعم. وهناك محاسبة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية والجنايات الدولية وأجسام دولية أخرى، ذلك لأن السلطة الوطنية الفلسطينية اكتسبت لفلسطين عضويات في هذه الأجسام القادرة على المحاسبة. ولكن هل هناك أمل بأن تستفيق إسرائيل من هذا السليب ووكينج إلى هذه الكارثة التي تسير بها فقدان ضميرها؟ نعم. بشكل كلي؟ طريق إسرائيل هذا مفزع، ويجب أن يكون مفزع لكل إسرائيلي ما ترتكب أيدي إسرائيل في غزة ضد شعب أعزل. على العموم ما يجري الآن في مخيم النصيرات وحتى قبل ذلك هو يأتي في ظل زيارة مرتقبة لبلينكن في المنطقة، وهذا سؤال للسيد عباس دهوك. بلينكن كان سيأتي للمنطقة، سيزور تل أبيب ولكن مناطق أخرى عربية، وكان من المتوقع أن يتحدث بالتأكيد عن الصفقة. هل هذه العملية غيرت شيئا من نظرة الإدارة الأمريكية لنتنياهو ولمسار الحرب في غزة؟ المسألة تعتمد على الانتظار والترقب، لكن هذا لن يعمل على الحياد عن الخطة المرسومة. فالولايات المتحدة ترغب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار والرهائن، لكن من الواضح بالنسبة للولايات المتحدة أن الطريقة الوحيدة لإطلاق سراح الرهائن هي يتمثل بوقف إطلاق النار. أن هذه العملية قد لا تبدو مقبولة حتى من جانب إدارة الرئيس بايدن، فإدارة الرئيس بايدن كانت تتحدث عن ضربات جراحية. هذه ليست بضربة جراحية، بل هي غارة في وضح النهار دون أن تعير أي اهتمام بحياة البشر. هذه مسألة يجب أن تكون غير مقبولة لأنها قد تمنح وزير الخارجية المزيد لوضع ضغوط على نتنياهو. الإدارة الأمريكية لم تتحدث عن هذا الشق، هي تحدثت فقط عن شق ترحيبها بما جرى أو بتحرير 4 أسرى إسرائيليين. لا نعلم، هل تتوقع سيادة العقيد عباس دهوك بأنه لاحقا سيتحدث الأمريكيون عن هذا الشق الفلسطيني في العملية؟ أعتقد أنه يتوجب عليهم فعل ذلك. لكنهم قد لا يتحدثون عن عملية عسكرية قد تسببت بهذه الأعداد الكبيرة من الوفيات، وهذه مسألة غير مقبولة، وقد يقولون أي شيء إزاء هذا الأمر في المستقبل. نعم. سيد كوبيلا، في مسألة التطورات الداخلية، بيني غانس كان من المفترض أن يستقيل أو أن يقدم استقالته رسمية لليوم على الأقل بحسب التقديرات، والمهلة كانت اليوم، اليوم الثامن، ولكن أجل هذا الخطاب. هل تعتقد بأنه قرار نهائي بعدم الاستقالة، خاصة بعد دعوة نتنياهو بالبقاء في هذه الحكومة في مجلس الحرب؟ لا أعلم تماما ما هي نية غانس، ولكن غانس يرى في الأسابيع الأخيرة أن هناك في ازدياد بشعبية نتنياهو في كل استطلاعات الرأي، وهذا يشير أولا يعني طالما هناك ضغوطات على إسرائيل وإدانة الجيش الإسرائيلي أن أعماله ما يسمى غير أخلاقية من جماعة لا أريد أن أقول ما تفكيري عنهم. أي جماعة؟ يجب جماعة مجلس الأمن، محكمة، ماذا؟ أقول سيدتي أن هناك دول قتلت وشردت واغتصبت مئات وعشرات الآلاف من المواطنين ولن يكون إدانة لأعمالهم وأفعالهم. ونرى كمان عندما بشار الأسد
قتل 300,000 فلسطيني، ولا سمكة في البحر تكلمت وأدانت مع كلامك غير دقيق ونفع. كلامك غير دقيق سيد كوبيلافي، حينما تحصل أي جرائم أي انتهاكات بحق المدنيين فإنها توثق في العالم. الآن إسرائيل في قائمة تصنف إعلاميا بقائمة العار، سوريا موجودة في هذه القائمة سيدتي، هل إيران موجودة فيها؟ سيد كوبيلافي ليس نقاشنا إيران، نحن نتحدث عن ما جرى ويجري منذ 8 أشهر أو أكثر من 8 أشهر. سيدتي هناك علاقة، هناك انتقادات لإيران، هناك حديث عن قمع المظاهرات في فترة سابقة، هناك حديث دائما عن إيران، لا تسمعون هذه مسألة مختلفة، ولكن هذه حقيقة. حينما تحصل أي جرائم في العالم توثق ووثقت الانتهاكات الإسرائيلية. سيدتي في هناك علاقة مباشرة من 7 أكتوبر وقبلها لماذا يحدث في أيامنا نحن في كل شرق الأوسط. إيران تريد النظام الإيراني الشيعي الثوري. على العموم ليس نقاشنا إيران، صدقني ليس نقاشنا إيران، نحن نتحدث بس الآن إيران عن داخل الإسرائيلي. ما دخل بيني غانس ونتنياهو بإيران؟ بيني غانس ونتنياهو ومجلس الحرب يريدون وقف كل الطموحات الإيرانية للاستيلاء على المنطقة. هذا يعني بأنه لن يستقيل، تقول أن الهدف واحد فإنه لن يستقيل بحسب اعتقادك. بالتأكيد لن تتحدث باسمه. اعتقادي أن هناك كمان اليوم صعوبات أكثر لبيني غانتس أن يستقيل من منصبه، ولكن لا أعلم تماما ما هي الضغوطات الداخلية في حزبه، ولكن يرى بيني غانتس أن الشعبية نتنياهو ترتفع، يرى أن هناك إنجازات عسكرية، يرى أن هناك كمان خطة من قبل نتنياهو ألقى بها الرئيس الأمريكي لصفقة، ولكن الطرف الآخر رفض ذلك. فأين هي المشكلة لبيني غانتس أن يستمر بالكابينيت المصغر لإدارة الحرب مع حماس؟ وبالتالي نعلم تماما أن المعركة سوف تتسع إلى لبنان وبجوز إلى حلبات أخرى. يعني لا نغمض عينينا ونعلم تماما أن الشمال الإسرائيلي يهاجم يوميا، وإسرائيل لن تقدر تقعد صامتة تجاه هذا العدوان. على العموم هي ليست صامتة، هي كذلك تضرب في الداخل اللبناني. هنا أنتقل لسؤالي الأخير دكتور جمال. بس بدأنا دكتور جمال في سؤالي الأخير. الآن الصفقة من غير الواضح إن كانت ستعقد أم لا، أم سيصل الطرفان بمساعدة الوسطاء إلى هذه الصفقة لوقف النار، مع كل الاختلافات حول المصطلحات وحول الأهداف الأساسية للصفقة، ولكن ما الطريقة المثلى بحسب اعتقادك الآن لتحريك المسائل والذهاب فعلا لصفقة؟ الضغط على حماس، الضغط على إسرائيل، وممن؟ القرار والمبادرة بيد إسرائيل. تستطيع إسرائيل أن تتوقف عن المماحكة واللعب على حبال الوقت واللعب بالألفاظ واللعب بالتفاصيل، وأن توافق على استبدال الرهائن بالأسرى الفلسطينيين. هذا هو مفتاح الحل، يبدأ من عنده وقف دائم لإطلاق النار، يتبعه انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة. هذه الوصفة سهلة، وإسرائيل التي أنتجت كل الواقع الذي نحن فيه الآن بما هو قبل 7 أكتوبر وما تبعه مسؤولة عن أنها هي الطرف الذي يستطيع إيقاظ ذلك. ولكن أنا بما أنني لم أحاور إسرائيلي منذ عام 2007 عبر الأثير أو مباشرة، أقول للمتحدث من إسرائيل منذ عام 48 وأنكم تظنون أنكم تهزمون الفلسطينيين، إن كنتم ألحقتم الهزيمة بالفلسطينيين عام 48 فلماذا يوجد حرب في 2024؟ لأنه الأساليب التي استخدمتموها في حسم الصراع لن تنفع. هذا النزاع يحتاج إلى حل سياسي، ولن ينجح الحل الأمني، لن ينجح إلا إذا كنتم تريدون إبادة الشعب الفلسطيني كاملا، وهذا غير متاح. شكرا لكم جميعا دكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح، وكان معنا من واشنطن العقيد عباس داهوك المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ومن عسقلان المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبيلافي.